أمطار أقل من المعدلات متوقعة في بلاد الشام خلال أشهر نوفمبر ديسمبر ويناير، بالمقابل أمطار أعلى من المعدل في دول المغرب العربي خلال نفس الفترة. التفاصيل في النشرة الموسمية بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير لجميع متابعينا في الوطن العربي، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الموسمية لأشهر نوفمبر ديسمبر ووصولا حتى شهر يناير. في هذه النشرة سنستعرض العديد من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الثلاث أشهر القادمة، وهي بداية فصل الشتاء وأواخر فصل الخريف في عموم الدول العربية وأيضا في عموم القارة الأوروبية وأجزاء من غرب القارة الأسيوية. نبدأ نشرتنا باستعراض لهذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأشهر نوفمبر ديسمبر ويناير. درجات الحرارة في العموم ستكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في كل من أجزاء واسعة من السودان وأيضا جنوب مصر وأيضا جنوب الجزيرة العربية، بالإضافة لأجزاء الشرقية من العراق، في حين تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في شهر نوفمبر ديسمبر ويناير في باقي المناطق العربية باستثناء أجزاء من تونس وشمال ليبيا، حيث ستكون درجة الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في وسط البحر الأبيض المتوسط، في حين تكون درجة الحرارة أعلى من معدلاتها في جنوب القارة الأوروبية وأيضا في شمال القارة الأوروبية. نذهب الآن لاستعراض توزيع الضغوط الجوية خلال هذه الفترة خلال شهر نوفمبر ديسمبر ويناير. الضغوط الجوية ستكون كالتالي: مرتفع جوي يتوقع أن يسيطر في عموم الجزيرة العربية وأجزاء من العراق وبلاد الشام، بالإضافة لأجزاء من مصر، في حين أيضا يمتد المرتفع الجوي الأزوري في عموم دول المغرب العربي، لكن تتوالى وتتسلسل المنخفضات الجوية في وسط البحر الأبيض المتوسط وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي نحو تركيا والبحر الأسود. المنظومة الجوية أيضا ستكون ذات ضغط جوي عالي في عموم شمال المحيط الأطلسي وأيضا شمال القارة الأوروبية وأيضا شمال روسيا. نذهب الآن لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال أشهر 11 12 و1 خلال أشهر نوفمبر ديسمبر ويناير. الأمطار ستكون أقل من معدلاتها في عموم منطقة بلاد الشام، مصر وأيضا العراق وأيضا أجزاء من تركيا وإيران، بالإضافة لجنوب الجزيرة العربية وأجزاء من السودان باستثناء الأجزاء الجنوبية من سلطنة عمان وأيضا اليمن، حيث تكون هناك الأمطار أعلى من معدلاتها. الأمطار أيضا ستكون أعلى من معدلاتها في عموم دول المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا، وصولا حتى عموم جنوب القارة الأوروبية باستثناء شبه جزيرة إيبيريا تحديدا إسبانيا والبرتغال، حيث تكون الأمطار أقل من معدلاتها لمثل ذلك الوقت من العام. الأمطار أيضا ستكون أقل من معدلاتها في عموم غرب القارة الأوروبية، بينما ستكون أعلى من معدلاتها في شمال القارة الأوروبية، وهو ما انعكس على أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها كما استعرضنا في الخريطة السابقة في عموم شمال القارة الأوروبية. الأمطار أيضا ستكون أعلى من معدلاتها في أقصى جنوب السودان خلال هذه الفترة. أخيرا، الظواهر الجوية المتوقعة خلال أشهر نوفمبر ديسمبر ويناير في عموم الدول العربية، نبدأها من الغرب. دول المغرب العربي، أمطار أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، يتوقع أن تشهد كل من المغرب، الجزائر، وتونس وليبيا أحوال جوية غير مستقرة وأيضا بعض المنخفضات الجوية خاصة في وسط البحر المتوسط، والتي ستكون عبارة عن عواصف متوسطية فوق السواحل أو بالقرب من السواحل الليبية. الأمطار أيضا ستكون أعلى من معدلاتها، تكون على شكل أحوال جوية غير مستقرة خلال فصل الخريف في كل من إيطاليا وعموم دول وسط أوروبا، لكن تصبح الأجواء الثلجية بشكل لافت في وسط القارة الأوروبية وإيطاليا خلال فصل الشتاء. بينما غرب القارة الأوروبية يتوقع أن تكون الأمطار أقل عفوا من معدلاتها، بينما درجات الحرارة كما ذكرنا ستكون أعلى من معدلاتها بشكل واضح في شمال القارة الأوروبية. نتجه الآن شرقا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. أحوال جوية غير مستقرة متوقعة في الأجزاء الشرقية من أراضي المصرية وأيضا شمال شرق السودان، في حين تكون الأجواء أكثر حرارة من المعتاد في أجزاء واسعة من الأراضي السودانية. أحوال جوية غير مستقرة أيضا متوقعة في دول بلاد الشام وأيضا الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من المملكة العربية السعودية، حيث ستكون أو سيشهد
موسم الوسم في المملكة العربية السعودية أمطار على فترات ومتباعدة في أجزاء مختلفة. لكن الشيء المميز أيضا أن الضباب سيتشكل في أكثر من مناسبة في عموم المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، تشمل أجزاء من العراق، شرق المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، ووصولا حتى دولة الإمارات. كما ذكرنا سيكون الضباب متكرر بشكل لافت خلال أشهر نوفمبر ديسمبر وأيضا خلال شهر يناير. تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة في الأجزاء الجنوبية من سلطنة عمان وأيضا اليمن، مع استمرار لفرص تشكل الحالات المدارية فوق بحر العرب. أما بالنسبة للقارة الأسيوية، يتوقع أن تتشكل موجات سيبيرية خلال شهري ديسمبر ويناير، وبالتالي الأجواء ستكون باردة بشكل لافت في وسط القارة الأسيوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.